صباح الخير، صباح النور، صباح الكبيدات، الغزالات، الحبيبات، صباح الشميشة وصباح الضبابة وصباح ما عارف كيفاش داير هاد الجو هذا عندنا. كل نهار كيتصبح سبحان الله. المهم راه غادي تيبرد عندنا الحال شويه. شوف مطيشه ديالي مسكينه، خضرت ما بقات كاع، بغات تحمر، ما عرفتش من ما بغات كاع تحمر مسكينه. دابا مع غادي يبرد الحال صافي غادي تبقى هكاك الجميع حمره. ايوا المهم اليوم هذا نهار اخر ديال وحده خدامه، ان شاء الله غادي نمشي باش غادي ندير لكم الروتين ديال الصباح ديالي ان شاء الله. كما قلت لكم ديما تهلاو في ريوسكم، تهلاو في ريوسكم وفي وليداتكم. المهم العائله الصغيره ديالكم ديما تهلاو فيها. انا كما قلت لكم نتوما راجلكم وليداتكم، انا معايا ماما بطبيعه الحال، الوالدين لا معاكم ولا كانوا بعاد عليكم راه بطبيعه الحال غتهلاو فيهم. المهم انا غادي نمشي باش غادي نوري لكم الروتين ديالنا ديالي ديال وحده خدامه. هذا ثاني روتين غادي ندير ديال وحده خدامه. حقاش قلت لكم بعض الاوقات انني تتكون شيطه عندي الماكله من الغد، يعني ما تندير شي حاجه اللي تندي معايا، ولكن اليوم ان شاء الله نط انني غادي نصاوب لهم العشاء اللي هما باش غادي الغدا وعشاء كما تنقولوا اللي غادي ياكلوا هما، وانا غادي نصاوب اللي غادي ندي معايا ان شاء الله. اوكي يلا وغادي نمشيو غنديروا الرياضه وهذاك الروتين ديالنا اليومي. انا تنحاول انني نحفزكم باش انكم ما تعكزوش، ما تعكزوش وياكم، ما تعكزوا، تهلاو فريوسكم، تهلاو فريوسكم، تهلاو فريوسكم. واول حاجه انك تخليك تهلاي في راسك هي الرياضه. الرياضه تخليك ديما نشيطه بزاف بزاف بزاف. اوكي يلا واخا تبعكم الخدمه قويو ريوسكم وما ديروش الخمور في ريوسكم. انا هاد الوصفه هادي راه ديجا كنت شاركتها معكم ديال الدجاج والروز. راه مشيت للقناه ديالي لتحت تجيني مزيانه وسهله، هي ماشي سهله راه حتى حاجه ما سهله، اي حاجه وقفتي عليها في الكوزينه راه ما سهلاش. هيا المهم تجيني انا تنحسب بلا ما راه ماشي بحال الخبز، تنبغيو نوعو مره مره هكا وصافي. وتا بالنسبه لواحد باش يكون خدام من الاحسن تبدا دير الروز ومكرونيه شلاضه هكا ولا ماشي بحال المرقه. اوكي يلا المهم انا غادي نمشي باش غادي نقطع الدجاج. ها هو الدجاج، من بعد درت جوج صدره ديال الدجاج على حسب كل واحد شحال تيدير. المهم كما قلت لكم راه الوصفه راه كاينه في القناه ديالي. اوكي وهذا الروز، هذا راه الروز درتو، هذا درتو في الماء من بعد ما غسلته مزيان. الرز ضروري خاصك تغسليه مزيان تتحيد منه هذيك الغبره، تواحد الريحه تتكون فيه تتحيد. اوكي يلا المهم ها الرز وهاد الدجاج وغادي نمشي نزيدو على المقادير الاخرين. وهنا يا سيادنا درت التوابل كما تشوفوا، درت بزار، كزبر يابس، الزعتر، خرقوم. هنايا درت الثومه غبره ما فيها ما فوق وصافي، والملحه. المهم ماشي كولا وغادي نخلصو ان شاء الله، ومن بعد عاد غادي نزيد القزبر ونزيد شويه الحبق فيه. المهم انا كنحاول نزيد اي حاجه تنتبان لي بلي انا راه غادي تنسمو كنحاول نزيدها. اوكي يلا المهم غادي نخليه يطيب وغادي نمشي للروز ان شاء الله. غادي تقولوا لي شنو دايره هنايا؟ بالنسبه لهنايا سيادنا شدان طاحت لي في بالي قلت راه ندير خيزو نديرو مع الروز باش الروز يبان فيه هذاك اللوين الليموني فيه. كنطيب خيزو مع الرز تاع شويه الزويته شويه الملحه وانا غادي نزيد عليه الرز. كما تشوفوا راه زدت فيه، درت فيه كان عندي ثلاثه الكيسان ديال درت ثلاثه الكيسان ديال الرز. وبالنسبه للماء حاولت انني نغطي الرز، غطيته بالماء، يعني ما يعادل ثلاثه كيسان. ديما تديري الدوبلي، كل كاسه دير جوج كيسان. اوكي يلا المهم غادي نخليه غادي يطيب، غادي نغطيه، انا كنغطيه بواحد الكتانه نقيه وتندير عليه الغطا ديال الكاسرونه. اوكي يلا نمشي نجيب الكتانه باش غادي نغطيه. شفتوا كيفاش؟ اوكي انا شديتها هكا ياها غطيتها هكا باش يجينا هذاك الروس يجيو حبيبات مفرقين. هذا خلاص ديال محمد، درتو محمد. انا الروز مع الزبيب ديال محمد. ايوا صافي المهم غادي نخليه حتى يبان لي نحس فيه بلي انه راه طاب وغادي نرجع وغادي نشوف. بان لي انا راه ناشف وبان باقي قاتح شويه، نزيد واحد شويه الماء. اوكي وهذا الدجاج ديالنا راه هو باقي هنايا طيب. غادي دابا غادي نزيد عليه الحباق ونزيد عليه اشنو غنزيد عليه اشنو فكرت لا غادي نزيد عليه الكوكونات ميلك، غنزيد عليه الحليب ديال الكوك وشويه ديال المايزينا وغادي نخلطهم وندير شويه الهريسه باش يتنسم ليا شويه. اوكي
فهاد الاثناء هذا غادي نمشي غادي ناخذيت كوكونات ميلك تشوفوا معايا. هذا خلاصي تناخذ كوكونات ميلك، درت واحد شحال فيه من في 400، وغادي ندير واحد المعلقه، هذه معلقه صغيره المهم بحال نقول معلقه كبيره ديال مطيشات الحك. غادي نمشي غادي ناخذ ندير الهريسه، غنحط لكم داك الشيء، ما كاين لا طباس لا والو، ما ريحقاش ما يمكنش نزوق، ما كاينش الوقت. اوكي غادي نخلطوا هاد العناصر، وغادي نزيد عليهم هاد كريم تشيز. هاد كريم تشيز اللي هذا راه فيه الحار، كريم تشيز هالابينو كريم تشيز مخلط الحار والكريم تشيز. اوكي يلا المهم انا غادي نخلط هاد العناصر هادو كلهما، وغادي نزيد عليهم مايزينا، نسيت مايزينا، غنزيد عليهم مايزينا قربت تكمل ليا. انا دايره هنايا تنشري هذيك الباكيه الكبيره وتنديرها هنا. اوكي وغادي نخلص هاد العناصر وما نشوفوش لهاد الجهه هادي، هاد الجهه هادي راه حالتها حاله، ما كاين عاد تنقيو تلوح، ولكن من بعد غادي نرجع للكوزينه ان شاء الله. ها انتم ما تخلعوش، راه تنقيو تلوح هنايا وكلشي. المهم انا دابا نرجع لهاد الشيء ان شاء الله، وغادي نقي الدنيا المهم شويه بشويه. حنا غادي نمشيو هنايا نكملو هنايا ونرجع ان شاء الله. بالنسبه للمايزينا غادي ندير واحد المعلقه حتى المعلقه ونص كبيره. اوكي على حسب ما بغيتوش انا يجي خاطر بزاف، غادي يعي خاطر واحد شويه. ها هما درنا الكوكونات ميلك. اوكي غادي نخليو عين نعرف بلي انا راه مايزينا طابت ليا شويه وصافي. هو راه ما نخليش خاطر، نخليها جاريه شويه باش نصبعو لاصوص باش ندوزو الروز. اوكي غادي نمشيو في هاد الاثناء نشوفو الروز شنو طرا ليه. غادي تقولوا لي شنو هو هذاك الشيء، هذاك القزبر والمعدنوس والحبق يابس. دابا في هاد الوقيته هادي انا الحبق مع كان عندي كثير بزاف، حاولت انني يبسو. اوكي يلا ماما غادي نخلط العناصر وغادي نرجع لكم عاود. شوفوا الروز ديالنا كي تيجي مفوفر داك مفرق، نصوروا هكا باش يبان مزيان، تيبانش مزيان. تيبانش مزيان. من بعد ما صوبنا الغداء ديالنا اللي هو العشاء اللي غادي ندي معايا، جينا عند صاحبتنا ساره باش انا غندير الرياضه شويه. كما تشوفوا راه دابا انا وصلت 24 درهم خمسة دقائق اللي دوزنا. اوكي يلا المهم قلت لكم ما تنساوش ديما الرياضه الرياضه الرياضه، هي تتخلي الواحد ديما ناشط وبالنسبه صحيه، ويعني تتخلي واحد تدير واحد الحيويه الصراحه في الجسم. كما قلت لكم انا ديما ما غاديش نبقى غادي ما غاديش نحيدها، غنديرو نهار ونهار لا. اللي حسيت براسك انك عييتي ديري نهار ونهار لا، حسيت براسك انك راه قاده عليها كملي ديري يوميا قبل ما تمشي للخدمه ولا حتى تجي من الخدمه. واخا راكي عيانه حاولي انك تنوضي وديري الرياضه وتدوشي، ولا ديري نوضي باش تجي من الخدمه، نوضي صوبي لك الغداء كل عشاك ودير الرياضه ودوشي. هذا هو السيستم اللي خاصك ديري. انا بالنسبه لي حقاش خدامه في العشيه، نط فطرت صوبت الغداء ديالنا، غادي ندير الرياضه دابا، غنكمل الرياضه وغادي نمشي ندوش ان شاء الله. اوكي يلا المهم بقاو معنا. يلا محمد دير الرياضه، يلا واحد جوج ثلاثه 1 2 3. محمد هو راه تيهز برجيلاتها. 5 قول لهم 5 يلا 4 قول لهم 1 4 وانا محمد 1 2 3 4 فوق تحت ايدين يلا ميم بقاو معنا حتى نقدو اللانش باكس ديالنا. هانتوما البنات انا دخلت راه درت لهم هكا في هذه الجبانيه هذه حتى من بعد باش يصبوه كيسخنوه. وها هو الروز، خليت لهم حقهم باش اللي ياكلوا. ايوا اللانش ديالي انا هذا هو اللي ديت انا اليوم، كما قلت لكم درت الروز مع الدجاج بكوكونات ميلك، ودرت محمد زكا ولدي واحد الليمونه هكايا ها، وهذا ديتو بحال شكل ديال السناك، هذا ديتو هكايا فاش يلا تنبدا الخدمه تبدا واحد الساعه ولا حتى
كنستناكم تناكلوا ايوا هذا العصير هذا انت تعصر ضروري خاصني ندي معايا شي حاجه ما نشرب ضروري تدي معايا عصير ولا كما قلت لكم هذيك سان بالاغرينو المهم شي حاجه تندي معايا المهم ها نتوما كما قلت لكم وديما تنوصيكم ديو معاكم طبق يكون رئيسي راه تتقضيو وقتكم في الخدمه اكثر ما تتقضيو في ديوركم ديو طبق رئيسي ولدي ما زقاش بالمعالق راه عدو اللعب ديالو هو المعالق وبالنسبه لهاد الكونتينر هاد الكونتينرات هادو كنشريتهم من سوبر ستور فيهم تقريبا مع شي 6 اللي كنشريت مع 5 ما عقلش كنديتهم مع شي 5 دولار شي 5 هكا ب 5 دولار المهم هادو اغلبيه بحالشك ديال هما بحالشك ديال الجوطابل ولكن حنا علاش غادي نديرهم جوطابل تنستعملهم ما نكذبش عليكم استعملتهم شحال من مره تنجيب تنغسلهم وتنديهم عاوتاني كاين اللي تياكل فيهم وتيلحهم ولكن ما تلحهمش بيني وبينكم ما تلحهمش نخليهم اوكي يلا مهم نهاركم مبروك وان شاء الله غدا الجمعه ان شاء الله الله يخلي لكم صحيحتكم ويرزقكم ما تمنيتو ان شاء الله في حياتكم وتنتمنى يعجبكم الفيديو الجديد ان شاء الله وما تنساوش صوره الكاف من هذا المنبر هذا ان صوره الكاف اللي هي شي حاجه اللي ضروري الانسان خاصو يقراها غير حنا هذيك 5 دقائق ولا ديك 10 دقائق ديال القرايه تجينا شويه صعيبه تركز على الناس انهم يقراوها شي حاجه اللي ضروري خاصنا نقراوها غدا ان شاء الله غادي ندير لكم واحد بتي ستوري هكايا نعم ماما ولدي ما عطاش يقول اشنا اش بغيتي المعالق واخا انا غادي نجبد لك واخا بلاتي نجبد لي المعالق ونرجع لكم كما قلت لكم نهار الجمعه ضروري خاص الانسان يقرا سوره الكهف شي حاجه اللي ضروري خاصها نقراها التزموا بها ديروا بالله نهار شي حاجه كما انكم تتمشيو للخدمه تتنوضوا بزز عليكم واخا فيكم النعاس تتنوضوا تتقاوموا انكم باش تمشيو للخدمه علاش باش انكم غتخلصوا بالفلوس وسوره الكهف تاهي ديروها هكايا ديروها ضروري خاصها تكون لكم نهار الجمعه بانكم راه غادي تخلصوا واحد الاجر اللي غادي يكون كبير هذاك هو الخلاص ديالكم اللي تيبقى ديما اما الخلاص ديال الحياه الدنيا راه داك بالزربه تيمشي راه عاد شويه تجيك على شي حاجه ولا تيمشي لك تتمشي لك الماندا ديالك كلها هي المهم انا عير من هذا المنبر هذا تفكرت وقلت علاش لا نذكر ممكن بزاف ديال الناس ما تيكونوش يقراوها ممكن تنفعهم ممكن يغيروا ويبداو يقراوها المهم جاتني قلت علاش لا نقولها لكم وصافي المهم انا بالنسبه لي نهار الجمعه راه ديما تندير الجاوي سبحان الله معروفه انا نهار الجمعه تندير الجاوي البخور كما تنقولوا البخور ضروري تندير البخور نهار الجمعه انا تتحيدي تدير واحد النشاط بعدا في الدار تيكون واحد النشاط في الدار انه بحال قلتي تنحيد ديك الطاقه السلبيه من الدار ما تتبقاش انا نبقى نحس براسي بلي انا راني نشيطه راه كنت بعض المرات هكايا فاش كانت عجوزتي كان هكايا تنكونوا جالسين هكا وتنسى بعض المرات تنسى عرفتي شي اوقات تنسى تقولي امينه ويلي نعم درتي راه اليوم الجمعه نعم درتي الجاوي تنوط تنقفز وتنوض نديرها المهم الجمعه كما قلت لكم ديما خاص الواحد يدير الجاوي البخور يدير البخور في دارو يدير واحد كاين اللي فيه الحساسيه ما تيبغيش راه كاين بزاف ديال البخورات كاين ديال الحساسيه انا ما تيكونوش مجهدين وصافي وتنطلقوا شويه القران وفي نفس الوقت انا توليداتنا تيشوفوا هذوك الاجواء هكاك يعني تنحيو فيهم واحد بحال شكل المهم واحد الطاقه زوينه وتنبينوا لي بلا نهار نهار الجمعه بلا نهار شي حاجه مميزه عندنا حنا مسلمين خاصنا ضروري نقراو القران ومهم واخا القران راه ديما خاصو يتقراو ولكن نهار الجمعه راه واحد النهار بحال عندنا عيد ايوا اش نقول لكم بارك عليا يلا المهم نمشي انا دابا قديت اللانش الباكس ديالي غادي نمشي باش غادي ندوش وغادي ما غاديش نلبس حوايجي دابا غادي ندوش وغادي نمشي نستريح شويه ومن بعد غنمشي للخدمه ان شاء الله.